ممتاز، هذا بدي أصل له. أكيد طول كثير كثير يعني. خزنت الأربطة الملف ولا عملتيه لا لا، بطاقة خزنت شاشة؟ الملف، خزنت الملف. أشوف والله كيف عملتيه. يلا يلا. حلو، تاسك عملت كذا شوي بس. أيوه حلو تمام. قديش خد منك وقت وينفذ؟ 9 دقائق هاي الملفات. انت خزنتيه ملف واحد كل الاربط ولا لا لا، كل واحد وملفه؟ واحد ملفه. ليش عملت بريك انت؟ كل واحد خزنتها على الكلمه وخلاص، ايش دكتور؟ لازم خزنت الكلمة ومعناها. ارجع على الثريد تقول لك كيف. شو عندك انت اللاين صح؟ اه شو عندك الكلمة انت؟ لا اللاين اللاين اللاين، اعمل اللاين كونكاتينيشن، اللاين 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 كونكاتينيشن باك سلاش تي، او حط اشي يعني بالكوتيشن زائد. هيك صح؟ بس اعمل اتس اوكي، بس بدك تعمل كمان، تصبر كمان 9 دقائق. مظبوط، بس حلك ممتاز منيح. عملت فيلمين جون هيك، خليني استنوا. انت عارف شو عملت في... انت عارف شو عملت في الو... انت عارف شو بس ستارت عملت، اعمل جون افضل اذا في اشي بالمين. كيف حكيت لي عشان هي بالضبط؟ عشان فيش ما اشي، فيش بس عشان فيلمين تعمل هم ضامن عندهم. اخر شيء انك تعرف انه خلص. تمام دكتور، في كمان مثال كنت حاكي انت انه احنا نبعت لفانكشن هون وخلص بصير اي يعني يعني بس اعمل رن خلص انا بدخل ايش بدي حول العملات. ممتاز صح، قصدك العملات عملتيها برضه؟ دكتور بس هاي يعني لازم نكون شابكين على الانترنت صح؟ أقول لا، ولا كيف بديش تدون الإنترنت؟ ضر الصح إنك تعمليهم كيف؟ ما يكتبش هو نص. ماشي، بس صعب علي اي غلطه في النص بحلهاش. ما انا اليوم مش حاضرين. شو في يا جماعه؟ عندكم امتحانات ايش اليوم؟ دكتور انا عملت برضه، خليل شو في عندكم؟ مش امتحانات اليوم؟ شو في؟ في طلاب عندهم لاب لينكس. الله ما بعرف. شو في؟ لاب لينكس عندهم في طلاب. تعويض لابات دكتور الامتحانات. تعويض لابات في موعد الحصص ولا عندهم امتحانات؟ لا لا، كيف؟ عندهم امتحان فراحوا يعني يتدربوا. غابوا عشان يدرسوا يعني هسه يدرسوا صح؟ طب ليه ما طبقوش؟ محمود؟ مع الخير دكتور. هلا، شكرا ياسمين. عفوا دكتور، ما حضرتش انا امبارح، ما مش وما مشكلة. صارش مجال احضر التسجيل، ان شاء الله اليوم بحل. بس عندي سؤال عن المطلوب اللي اعطيته قبل ما حضرت امبارح الاسبوع الماضي، شو كان ذكرني؟ اللي هو تعمل اوف لاين لويب سايت بحيث انه داونلود. بس اوكي. بس انا عملت داونلود للويب سايت وسحبت كل الصور، بس مش عارف اغير الاس ار سي للصور من اليو ار ال تبع الموقع لليو ار ولا ال شي تغيروش انت، طب شو تاخذ استفدنا زي من ما هو، كل بتنزل الصور؟ الصورة انت بنفس الاسم، كيف؟ بتنزل الصورة بنفس الاسم وتنزله على اللوكال درايف، اصلا هي تركب الصورة في الموقع مش فول باث، يبقى اليو ار ال ريلاتيف. يعني مثلا واحد على امازون يكون عاملين سلاش ايمجز سلاش مثلا بيكتشر 1 دوت جي بي جي، ما بحطوش امازون، ما بحطوش الباث كامل. وانت لما حطوا تنزلها على اللوكال درايف عندك بتنزل الصوره سلاش ايمجز ونفس الصوره، فبلزمش تحط الباث، بتطلع الصوره المفروض. طيب لما ينزل الصور عندي شو استفدنا من الاوف لاين ساعتها لو فيش نت؟ احسن تطفي الاشي، تطفي النت، اشي بموقع بدك تشوف شو في شغلات تصفحه بعدين مثلا. تمام، في ما مواقع بتطلعش الصور، كيف؟ ما بتطلع الصور، ما استفدتش شيء من سحبهم عندي يعني.
لا المفروض اللي تسأل، ملك الصور فقط. طلع انت المفروض لما تنزل الصورة تقرأ الباث تبعها مثلا وتنزلها على تمام، نفس الباث، دور شو لك رايك على اورجيك شغله؟ شو خليني اعمل لك فيها، شو رايك؟ محمود في جاسوب. طلع خليك قبلك تفرجيني في ايش بيعمل بارسينج برضه في الاتش تي ام ال منيح. جاسوب اقرأ عنه شوي بفيدك. اه حلو. فرجينا شو عملت على كل حال، مش مشكلة فرجينا. شو الموقع اللي أخذته هون؟ ايوه هسه انا عملت فايل وحطيت فيه موقع على اساس في المستقبل اوكي احط اكثر من موقع يعني. ماشي ممتاز. هسه بنعمل رن. محمود اسبوع مش قلت لك انت بالضبط؟ بدي اعمل رن بس مش راضي. طب ظبطه قبل ما اشوف طالب ثاني. تمام زين حليتيه زين؟ دكتور، انا عملته. ماشي خلي اكيد عملته انت. زين سمعتيني يا زين؟ خليت برجع لك. ماشي ماشي زين يزيد. لا والله دكتور ما فيش وقت. طيب بس نشوف شو بنحلها كيف معكم. عبد الرحيم، عبد الرحيم موجود؟ عبد الرحيم، أميرة، عبد الرحيم ما عندكش ميكروفون انت يعني؟ أميرة حلتي؟ لا دكتور ما حليته. طب اسمعوا جاي، بعطيكم نص ساعة تحلوا بس. زين تواصل الجامعة يا زين نص ساعة، انت وشروق ويزيد وياسمين وولاء ومحمود، لا حلو خليل إيمان أميرة أبو الرب. دكتور أنا حال ممتاز. اللي حاله يرفع يعمل ريز هاند عشان اعرف اشوف اللي حاله يعمل ريز هاند. ياسمين حلتي مزبوط، احمد عمل لي شير سكرين، وخليل اعمل حاله انت عمل لي شير سكرين. البقيه بلشوا حلوا فيه، اذا مش عارفين شو السؤال بشرح لكم اياه. كبر شوي الخط اسمك. خلاص مليح مليح. بدكش تخزن احمد عفو هاي؟ طلبت انت عفايل دكتور؟ لا مش قصة طلبت ما طلبتش، ما عندك انت الكلمات موجودة على فايل صح؟ لو انك انت قرأتها من فايل هس خزنت الفايل هس جديد. خزنه هس بعمل. كيف احمد تعمل احمد؟ خزنه على فايل جديد سميه مثلا بتقدر تعمل فايل جديد باسم الملف مثلا واحد اسمه صح؟ واحد ترانسليتد مثلا دوت تمام تكست نفس الباث، وتخزن فيه الكلمة العربية جنبها كلمة في الانجليزي او كلمة انجليزي. فاهم كيف انت؟ تمام دكتور. طيب اخوان بعطيكم نص ساعه تحلوا. خليل واحمد اللي حالينه، اه خليل دكتور احمد ومحمود، بدكم تطلعوا اطلعوا اذا اعمل بقدر شير. وقت. لا لا فيش داعي خليل،
اللي بدك تطلع اطلع، بدك اعطي نص ساعة هسه ساعة زي المحاضرة كلها الموجودين هون. تمام دكتور. ماشي. اللي حله بقدر يطلع دكتور؟ احمد روح. ماشي يعطيك العافية. اورجيك دكتور اللي بلش يا بلش يا محمود. عبد الرحيم خليك دبر دبر حالك في لابتوب، مش عندك لابتوب عبيد؟ لا انت وين يعني برا شو برا؟ يعني بدي شو يعني محاضرة رسمي هاي؟ بدك تجرب وتطبق نص تطبيق هاي. والله انا ندمان كثير ما عملت 20% من العلامة جوا الكلاس. تطبيق الطلاب شوف كيف بيشتغلوا. كثير ندمان على القصة هاي. مع كل حال ما انتهى خلص بضلش فيها تعليم الكتروني، اخر مرة تاخذوا الكتروني. فرجينا شوف شو عملت يا شو اسمك؟ أيوة. بدك تلحق طلع انت شو عامل انت برأي محمود، انت عندك مشكله تعرف شو هي؟ لازم تلحق اللينكس الموجودات في البيج هاي ويب سايت دوت تكست هاي. بدك تلحق اللينكس هيك عامل سيف لك ممتاز. سحب الصور انت صح؟ سحبت الصور وعملت البيج. بس البيج وحده صح؟ بيج وحده. طب سوي دبل كليك تشوف للبيج. ليه ما طلع ليش الصور؟ هي طلعت الصور. طلعت بس قصدي هاي الصورة اللي طالعة في اللينك اللي على الموقع، مش في هذا اللينك اللي اللينك اللي على الموقع، لأنه أنا أعمل فيو سورس اللي هذا أشوف البيج هاي، شوف اللي مش تبعها سورس وين، أعمل لي انسبكت إيش أشوف. أيوة خلينا نشوف الرابط تبعها. أيوة بس أنا بدي أغير هذا الأخطاء فيه يكون عندي. لا يعني صعب محمود خلاص انسى مش قصة، مش كثير حاولت فيها يعني. لا انسى صعب كثير. في محمود طلع عشان تعمل انسبكت لل HTML في جيسوب كلاس، اعمل سيرش عليها، اكتب جيسوب جي، اكتب فوق في البراوزر، اكتب جي، تعلم عليها اس او لا اس او يو او يو بي جيسوب، اكتب كلاس جافا ايش جافا ايش كلاس، اعمل لك ايش انا مبينها بالضبط فيها بتجار فايل بتنزله عندك تعمل له كونفيجريشن. طلع شو هاي، هاي مختصة تعمل بارسينج في ال HTML في الجار. كثير بتريحك. نزل الجار فايل تبعها وعمل له كونفيجريشن موجود في الدوكيمنت كيف تسوي. تعمل له كاستمايزيشن عندك على النت بينز. وبعديها شو قديش تستفيد منها، قديش بتسهل عليك. إذا أنت مالي في الحكي هذا شوي يعني. كثير صراحة. كيف تعمل بارسينج في ال HTML using Java، إشي كثير مرتب هاي. كثير مرتب الكلاس. هي جار فايل هاي هون ترى كيف تعمل جيسوب بارس انبوت كذا بتعطيه الماذو لحاله، ترى كيف الاتش ريفرنس، ترى كيف تجيب الاتش ريفرنس، بتحط انت تاخذ ماخذ ويب انت صح؟ ولا تعرف كيف بحط اسم الكلاس واسم الاتربيوت وبدي اعمل لك شيء مش طبيعي. مش طبيعي طبعا هم بيشتغل. طلع قديش نص الصف طلع على فكره، طلع كيف نص الصف. والله العظيم اللي اسجلكم أقول لكم شغلة، قسماً بالله اللي بنفصل من المساق ما برجع، هاي قسماً بالله بقول لك. والله اللي بنفصل على الغياب ما برجع. يرجع عن طريق البر، أنا مش رح رجع طالب. ولن أعمل لطالب ميك أب بكويز، مش هتبكي الأمور واضحة برضه. صار يطلع. أنتوا بتكون مش تتعلموا، أنتوا بتكون مش تتعلموا. بتكون مش تتعلموا. اللي موجودين يحلوا بعطيكم نص ساعة. الملان ايرور شو مشكلة مصراحة كثير بنغش شكل الحل منا شير سكرين. وال 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 ليش هيك الوضع؟ دكتور كملت عسوائل. طب هاي سترينج ايش اي دي، حط انتجر اللي بدك هون اي دي على الكونستراكتور سطر 14 سطر 14 يا زيد. ايوه انتجر اي دي بنزل تحت حط تراي كاتش بالرن انت كانت موجوده
لا لا سكبت الكورس تاع الرنمنت هيك. طب عملت امبورت انت لل عشان اليو ار ال نت شو نت تاخر اليو ار ال اختار. انا امبارح فتت متاخر يعني قاعد بجمع تجميع. طيب بتحلهم.